اتصدرت مدينة دهب الترند عالميا بعد انتشار فيديو خلال الأيام اللي فاتت بيرصد ظاهرة غريبة حصلت هناك بسبب انتشار الشعب المرجانية على الشاطئ فجأة. الظاهرة دي حصلت بسبب الجزر واللي تسبب في انحصار المياه لمسافة 50 متر، وده اللي تسبب في زيادة مساحة الشاطئ وظهور الشعب المرجانية وأصداف البحر، واللي خلت الشاطئ أشبه بلوحة فنية جميلة.